بركان، إجمالي عام الاتحاد ينتصر، يصل إلى وصافة الدوري رغم حجم الغيابات، سواء كان قبل المباراة أو حتى ما فقده من إصابات أثناء المباراة. لا، هي ما هي اصابات قد ما هي مجهود عضلي، مجهود عضلي، وهذا يدل انه لياقتهم ما هي اكتملت حتى الان اللعيبه مع الجو الرطب والجو الحار في جده. لكن في حقيقه المباراه بالنسبه لي اعتبرها اجمل مباراه في الجوله السادسه، كانت مباراه ممتعه، فيها اثاره، فيها تكتيك، فيها تنظيم. كمجمل الاتحاد فاز والفتح لعب، كان لعب يعني النتيجة اللي كان يبغاها الاتحاد حصلها من هذه المباراة، كان يحتاج 3 نقاط. أما كمستوى فكان المستوى الجيد كان من طريق الفتح والاستحواذ عن طريق الفتح. المباراة بكل ظروفها تغير أسلوب الاتحاد مع المدرب لانو سانتوس، تغير أسلوب الاتحاد، أصبح يلعب بطريقة دفاعية بحتة ويلعب على الهجمات المرتدة ويلعب على مهارة المهاجمين والعبود حمد الله، كورنادو، روماريو، هذه مهارات فردية ممكن يستفيد منه ويكسب فيها النقاط. ولكن كأسلوب الاتحاد اختلف كثير عن المواسم السابقة، وأصبح يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد على الكرات المرتدة، حتى ترك الاستحواذ بطريقة يعني بنسبة عالية جدا للفتح عن الاتحاد. ولكن في النتيجة هو بيفكر انه يكسب هذا النقاط او انه استنى الفريق يتكامل ثاني على اساس يعمل نهج جديد ويلعب فيه. لكن هو في الفترة هذه الحركة بالنسبة له كإصابات بعض عناصر مهمة كانت عنده او توقيف لعيبة، احتاج انه ياخذ 3 نقاط ولعب باسلوب الفوز وليس باسلوب اللي يستمتع فيه الجماهير. الجماهير يمكن بعضها تبغى فوز مع متعه، مع لعب، مع يعني مستوى، لكن المدربين تفكيرهم يختلف عن تفكير الجماهير. المدرب ايش يبغى من المباراه؟ اخذ 3 نقاط، هذا المهم. والاتحاد يعتبر الان من الدفاع قوي، ما سجل فيه الا اليوم هدف، انكسر اللي كان محافظ عليها الشبكة النظيفة. ولكن كمباراة مستمتعنا فيها، فيها كل شيء، وكان فريق أداء الفتح يعني خزم، لكن كان فريق ممتاز وقدم أداء مرة ممتاز.